مرحبا بكم. اليوم اجر بسكوب في منزل افضل معدل حسب التقرير اللي حتى الى حد الان احسن معدل في ولايه مدنين. اهلا وسهلا بك، نتعرف عليك. عايشك حليم بن يما، ليسي بيلوت مدنين. باك سيونس. معدلك 1952. الف مبروك، ساعه مبروك عليك النجاح. عايشك يبارك فيك. تعطينا الاعداد نتاعك حليم. Sciences physiques 19-25, SVT 20, maths 20, anglais 18-25, français 18,5, arabie 16-25, philo 15,5, info 18-25, sport 19-16, espagnol 19. يعطيك الصحة، كنت متوقع المعدل هذا؟ والله مش برشا، كنت خايفة، معناها عملت اللي عليا، خدمت بالكدا، أما كنت متوقع شيء، انا بقيت نستنى في الريزلتا. هما يذول لي حتى اعدادك في وسط العام، معدلاتك معناتها كانت في 19 كلهم حسيت. اي موين جينيرال في وسط العام 1933. وكيفاش خدمتي؟ ذكرينا شويه نرجع لتالي. هذول انت متميزه على طول، نعرف السنوات الفارطه، لكن كيفاش خدمتي سنه البكالوريا خاصه؟ والله فما شويه خدمه معناها اكثر من قبل، بشكل برشا معناها عادي كيف العباد. اكيد نجاح هذا اللي شكون تهديه؟ والله نهدي للعباد اللي عاونوني الكل، الاهلي، الاداره اللي وفرونا معناتها ظروف بالحق، ظروف اوبتيمال على الاخر. نهديها لهم. وشنو طموحاتك؟ اكيد حتى هدف معين باش تتوجهي له كان في صوره ما جبتي المعدل هذا. والله كان سهل ربي، عندي برشا نحب على مدسين تونس. معناتها التوجه ان شاء الله باش يكون كليه الطب في تونس ان شاء الله. واساتذتك كيفاش كانوا معاك؟ كيفاش عاونوك؟ فما شكون عاونك؟ والله هم الاساتذه الكل الحق معناها خدموا معنا بالكدا، ديما رتراباج، ديما خدمه، ديما تعبين معنا. الى حد الان انت احسن معدل، فما شكون اتصل بيك والا كلمك ولا ما زلت ما تعرفيش اللي انت احسن معدل في ولايه منين؟ شنو تحبي تقولي لاصحابك؟ اكيد الاهداء نقدموا لك، تخلوا لك مساحه حره ليك انت باش تقدمي الاهداء لاصحابك وعائلتك وكل اللي يعاونك. الحمد لله، وان شاء الله مبروك على الناس الكل اللي نجحت. ان شاء الله عايشك. شكرا ليك حاذن. الف مبروك، الف مبروك، الف مبروك.